وحلقة خامسة من برنامجكم مريضة فزرتموني، فخلينا نشوف مع بعض شو قصة تمار. سلام المسيح، أنا اسمي تمار كوتاكليان، متجوزة، عندي صبي عمره 3 سنين، أنا عايشة ببيروت، جوزي عاطل عن العمل، ما في عندي شيء بالبيت، لا عندي تلفزيون، براد، غسالة، أنا في عندي ولد عمره 3 سنين، بعده ابني مش مسجل، بتكلفني تسجيله 2000 دولار، أنا ابني ما فيه يفوت مدرسة، ما فيه يفوت مستشفى، ما فيه طبابة، لأني بعده ما أنه مسجل، وهدول الأوراق ضروري اني اعملهم ليقدر ابني يكفي حياته. وبعتت لنا هون مثل ما عم نشوف صور بيتها، طبعا الوضع صعب مثل ما احنا شايفين. الهدف هو 2000 دولار. نجيبه، نادين، جرياس، نيلي، افرام، لما، ايفا، بول، رافائيل، جورج، سيفان، نارين، شموني، كنان، سلوى، مارين، رنا، بدران، حنا، رانيا، نهرين، وقفوا تبعتوا تبرعات، خلص اكتمل المبلغ. عيسى، جان، سليم، ماريوس، وقفوا تبعتوا بدي اختم الحلقة. سلوى، روز، عبد الله، سامر، دينا، ساندرا، لاريسا، مريم، ابراهيم. اول شيء حبيبتي انت، ال2000 اللي طلبتيهم لتسجيل ابنك رح تاخديهم يا حبيبتي. هلا انا هي اللحظه ما بحبها بالحلقه، يعني بحبها وما بحبها. الحمد لله. اليوم عم بيقولوا امنا ماجي، بالفعل انت ام يا حبيبتي، انت ام بترفعي، يعني ما بقدر بوصف لك انت شو، انت شخص لا ينوصف عن جد. ما في حدا، ما في انسان بهالطيبة القلب، بهالشغلات تعمل للعالم، عم تعملي خير للعالم. الله يعطيكي القوة، الله يعطيكي الصحة، الله من عنده هيك، ربنا يسوع المسيح يباركك اكثر واكثر يا حبيبتي، والله لا يوقعك. انت الشخص اللي بتخلينا نحن نوثق بالمسيح. امين امين. هو هذا هدف البرنامج، هذا هدف البرنامج الاساسي والوحيد قبل تسديد الاحتياج المادي، انه ربنا يسدد احتياجك الروحي. فاذا باسم يسوع بتستلمي 4000 دولار بكره بيوصلوكي من رسل المسيح. الاسبوع الجاي بنشوف تمار. سلام المسيح، انا تمار كوتكليان، طلعت معكم ببرنامج مريضه فزرتموني. خلال 24 ساعه اجوا لعندي رسل المسيح وجابوا لي 4000 دولار. صرفتهم كالتالي: 100,000 دولار محامي، 400 دولار دي ان اي، 650 دولار غرفة نوم مع تخت دافيد، 550 دولار صالون كامل، سالو تلفزيون 235 دولار، عدة التاتو والشعر 430 دولار، أجار البيت، أنا كنت مكسورة على أجار بيت أبو أيلول ودفعت 20 من 3 شهور 100 دولار، جبت معونة ب70 دولار، كهرباء والطرش كلفوني 100 دولار، بيزيد معي من المبلغ 600 دولار، تركتهم كرمال أجار البيت. وأنا بدي لكم شغلة، طالما في بحياتك يسوع فيسوع هو بيلبيك. لما أنت بتكون صرختك من القلب بتكون موجوع، صدق انه يسوع بيسمعك. وانا بدي اشكر امنا ماجي لاني هي كانت الرسولة لإلي، لما انا صرخت ليسوع بعت لي اياها هو. ماما مامي ميرسي.